إلى الأربعاء 8 مساء على صدى البلد. مع حضراتكم مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. هنبدأ جولتنا مع حضراتكم من الأخبار. مدبولي اهتمام خاص بتطوير التعليم لدعم منظومة بناء الإنسان. شوقي نواجه الشائعات حول المنظومة الجديدة والمدارس اليابانية والتابلت. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تولي اهتماما خاصا لملف تطوير التعليم باعتباره الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان المصرية التي تقوم على النهوض بالتعليم والصحة، وأشار إلى أن بناء الإنسان هو أحد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمتابعة جهود تطبيق منظومة التعليم الجديدة ومناقشة ملفات أخرى مثل تجربة المدارس اليابانية وتوزيع التابلت والتعاقدات الموقعة مع المعلمين. وأوضح شوقي أن المنظومة الجديدة تشمل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ويستفيد منها 2.5 مليون تلميذ، وأشار إلى أن هناك 35 مدرسة يابانية تعمل بإدارة جيدة وتم إفاد عدد من المعلمين المصريين لتدريبهم في اليابان. وأكد أن الوزارة تواجه الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين حول المنظومة الجديدة والمدارس اليابانية والتابلت. نبقى مع حضراتكم في الأخبار لنقرأ. حملات مكافحة الأنيميا والتقزم تفحص 2.3 مليون تلميذ. تواصلت أعمال المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية بالمحافظات لليوم الثاني على التوالي لفحص 2.392 مليون تلميذ في 4 محافظات. وفي القليوبية أكد دكتور علاء مرزوق أنه تم التنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي بالمحافظة لاستهداف 737,921 تلميذ في 794 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة. وفي الفيوم أكد المحافظ اللواء عصام سعد أن الحملة تستهدف 492,000 تلميذ وتلميذة. وفي دمياط أكدت الدكتورة منال عوض المحافظ أن الحملة تشمل فحص 213,000 طالب ب 380 مدرسة حكومية وخاصة من خلال 55 فريق طبي لتغطية جميع المدارس. أما في البحيرة أوضح دكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف 750,000 تلميذ بالمدارس الحكومية والخاصة، وأشار إلى أنه سيتم إحالة التلاميذ المصابين إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحي للعلاج مجانا. ننتقل مع حضراتكم إلى اليوم السابع. التضامن تبدأ اليوم تلقي طلبات حج الجمعيات الأهلية حتى 7 مارس المقبل. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440 هجريا 2019 ميلاديا وحتى 7 مارس المقبل، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في
1/1/2019 ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها. وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أنها وأنه توجد عدة قواعد يجب مراعاتها عند التقديم للحج، منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو السياحة. وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا لاختيار الحجاج الفائزين وفقا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتي تم تحديدها وفقا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة. من جريدة الجمهورية، 430 ألف تقدموا للعقود المؤقتة للمعلمين خريجو طب بين المتقدمين فحص الأوراق اليوم والعمل مارس. يقول الخبر 430 ألف تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ فتح باب تلقي الطلبات. أعلن ذلك الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي أمس، وقال إن الحصر المبدئي للعجز في المعلمين الذي استغرق 7 أشهر انتهى إلى وجود 98 ألف، وبعد تطبيق قواعد تدارك العجز وصل إلى 68 ألف. وقال إن اللجنة المشكلة لفحص أوراق المتقدمين سيتم إبلاغ المتقدمين إلكترونيا خلال عملية الفحص، وأن الاختبارات والمقابلات ستكون في المديريات. وأوضح أن لجنة الفحص تستمر حتى الأسبوع المقبل على أن يتسلم المتقدمين عملهم بداية مارس المقبل، وأن العقد سيكون لمدة 3 أشهر غير قابل للتجديد إلا بشروط. كشف نائب وزير التربية والتعليم أن محافظات الدلتا شهدت إقبالا كبيرا من المتقدمين، وجاءت الدقهلية أكبر المحافظات المتقدمة للمسابقة، ثم المنوفية، ثم الغربية، ثم البحيرة والمنيا وباقي المحافظات. وأضاف أن هناك خريجو طب بشري وحقوق تقدموا للمسابقة، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت عن 20 تخصص، وأكثر التخصصات التي تم التقدم إليها هي معلم فصل بإجمالي 71 ألف متقدم. من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري، مختار جمعة حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف الخيري والأهلي بالمحافظات. أعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف الخيري والأهلي على مستوى محافظات الجمهورية بعد رفعها مساحيا ووضعها في أول أطلس للوقف ستصدره الأوقاف، يتم طباعته حاليا بواسطة هيئة المساحة المصرية. وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن هيئة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية لشؤون البر والأوقاف بالوزارة ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة المصرية ومناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية انتهت من حصر أملاك الوقف في أطلس، ومن المتوقع أن تصل أجزاؤه إلى نحو 60 مجلدا من القطع الكبيرة. وأضاف الوزير في بيان مساء أمس الاثنين أن مال الوقف خط أحمر ولا يسقط بأي تقادم أبدا، ولا مجال للتلاعب به بعد انتهاء الوزارة الآن من حصره وتوثيقه، بل يتم الآن استثماره على أسس علمية واقتصادية من خلال خبرات اقتصادية وطنية متخصصة ومتميزة، مما يحقق لمال الوقف أفضل عائد استثماري. من المصري اليوم، وزير الطيران يتفقد مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة تمهيدا لافتتاحه. تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أمس الاثنين مطار الغردقة الدولي، حيث تفقد مبنى الركاب رقم 1 لمتابعة سير العمل في ظل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى الغردقة خلال الموسم الشتوي الحالي، والوقوف على مستجدات أعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2 الخاصة برفع كفاءة المبنى المقرر افتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة. رافقه خلال الجولة الطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار وائل النشار رئيس قطاع الأمن بالوزارة، والطيار خالد عبد السلام مدير مطار الغردقة الدولي. والتقى الفريق يونس المصري العاملين بالمطار ووجه لهم التحية على دورهم المشرف في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. إلى جريدة الشروق، رئيس حماية المستهلك: مجلس الدولة يراجع اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، تغليظ العقوبات في القانون الجديد إلى 2 مليون جنيه غرامة والمؤبد في حالة الوفاة.
يراجع مجلس الدولة حاليا اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد بعد إقراره من مجلس النواب بحسب تصريحات اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك للشروق، مؤكدا على صدور اللائحة قريبا. وبحسب القانون فإن القانون الجديد سيحد من مخالفات الشركات وسيضع ضوابط لحماية المستهلك وتنظيم التجارة الإلكترونية، كما يلزم التجار بوضع الأسعار على السلع. ومن أبرز البنود الجديدة التي تم إضافتها للقانون هي حق الاسترجاع مع استرداد قيمة السلع نقدا بدون إبداء أي أسباب، وتغليظ القانون الجديد العقوبات المقررة على المخالفين لأحكامه الخاصة فيما يتعلق بالغرامات التي يمكن أن تصل إلى 2 مليون جنيه في بعض الحالات، بعدما كانت تتراوح بين 5 و200 ألف جنيه على أغلب الحالات. كما أدخل القانون عقوبة الحبس في بعض المخالفات والتي يمكن أن تصل إلى المؤبد إذا نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر. ننتقل مع حضراتكم إلى الشأن العربي والدولي، ومن جريدة الشرق الأوسط. 16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب إعلان الطوارئ لتمويل الجدار. قدمت 16 ولاية أمريكية اليوم دعوى قضائية تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. والدعوى التي قدمت إلى محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تتهم الرئيس بخرق الدستور في بندين يتعلق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة. كما تتهم الولايات 16 وزارة الأمن الداخلية الفيدرالية بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو. وتتهم الدعوى ترامب بأنه أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته. نختتم جولتنا في صحف ومواقع اليوم من موقع بي بي سي عربي. إلغاء قمة أوروبية في إسرائيل بعد تصريحات بنيامين نتنياهو عن المحرقة النازية الهولوكوست. ألغي مؤتمر دولي كان من المقرر أن تستضيفه إسرائيل إثر انسحاب بولندا على وقع أزمة دبلوماسية فجرتها تعليقات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن محارق النازية الهولوكوست. وعرضت إسرائيل استضافة قمة تجمع رؤساء وزراء مجموعة فيشجراد التي تضم 4 دول في أوروبا الوسطى، هي بولندا، المجر، لتشيك سلوفاكيا، لتعزيز علاقتها مع دول في الاتحاد الأوروبي. لكن بولندا أعلنت أمس الاثنين انسحابها من المؤتمر، وتلا ذلك إعلان رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش إلغاء الاجتماع مع احتمال تحديد موعد آخر للقمة في النصف الثاني من العام الجاري وفقا لوكالة رويترز. ولاحقا أصدر مكتب رئيس الوزراء توضيحا قال فيه: تحدث نتنياهو في مؤتمر صحفي عن بولنديين وليس عن الشعب البولندي أو عن بولندا كبلد. بكده تكون انتهت جولتنا في الصحف النهارده. دلوقتي نروح لفاصل قصير، وبعد الفاصل هنتابع مع حضراتكم فقره مهمه جدا، حاجه مختلفه ومشرفه عن اليوم الاماراتي اللي تم تنظيمه بالتزامن مع مشاركه مركز راشد لاصحاب الهمم في مهرجان اولادنا اللي اقيم بمشاركه 40 دوله عربيه واجنبيه تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تابعونا بعد الفاصل.